الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن جاءكم الكفء فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عريض كما قال عليه الصلاة والسلام. عشرة قريشات الكرام وأنسبائهم وأصهارهم وجيرانهم ومحبيهم هذه الوجوه الطيبة، وعلى رأس الجهة الكريمة معالي الأخ الكبير أحمد قريشات، الذين كنوا له جميعا المحبة والتقدير، فهو رئيس النيابات العامة، فهو رئيس المحكمة الدستورية، رئيس اللجنة القانونية في مجلس سيد النواب والأعيان، وله مقام كبير في نفوسنا قبل ذلك كله، كما هو الحال في نفوسنا أنتم جميعا في قلوبنا الجهة المكرمة المستقبلة جميعا. جئنا إليكم باسمي وأنا واحد من عشيرة العربيات، عشيرة العربيات جاءت إليكم كما هو الحال أيضا الأنسباء والأصهار والجيران والمحبين جاءوا إليكم طالبين منكم ومن عزيز على قلوبنا جميعا ألا وهو طرفية ابنتكم رنا جميل أربيشات إلى أبنا سالم محمد سالم بشير محمد عبد الله العربية، وذلك على كتاب الله وسنة رسول الله. جئنا إليكم طالبين عروسة، فهي العروس عروس من الشمال، عروس الشمال، فجمعت بين كلمتين عزيزتين على قلوبنا نتفاءل بهما كما هو الحال، ونقارب بما جاء بقوله تعالى: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نحن جئنا إليكم ببيت طهارة وعز وكرامة، ابنتكم رنا بحمد الله قد تربت في بيت عز وكرامة رحمة الله عليه، رحمة الله عليه جميل أرشاد، كان له مواقف مسجلة في قلوبنا جميعا وله بصمات كما هو الحال بأبناء عشيرة أرشاد وأبناء الوطن العزيز ولا سيما أبناء محافظة الشمال جميعا. الترابط الذي يربط بين عشيرة أرشاد وعشيرة العربيات علاقة تاريخية، فقبيلة شمر تجمع الطبيشات والعربيات بالدم واحد الأصيل التاريخي، والعادات والتقاليد متقاربة والنفوس أيضا متقاربة، الطيبات والطيبين والطيبون كالطيبات. نحن أيضا نتفائل بأخيها الأخ فلاح، لست أنا عندما نقول تشبهت بكرامي ولست منهم فإن تشبه بالكرام فلاح، فالأخ فلاح أيضا تترعرعت امتدادا لتربية المرحوم جميل امتدت إلى ابننا وأخونا الأخ فلاح وأيضا إخوانه الكرام جميعا. جئنا إليكم وابننا قد أيضا قد تربى على سنة رسول الله، ربى وترعى على الأخلاق الحميدة والكرم والأصالة
والوفاء أيضا ابتدت له من أخي ابن عمي الدكتور بشير الذي أنا أعتز به دائما، فهو أخي وثوأمي القريب للقريب ابن عمي وزوج أختي، فأنا خال للعريس الخاطب. والنائب منها فقد اختار بما أوصى به عليه الصلاة والسلام لما قال: لم يرزق ابن آدم بعد تقوى الله تعالى من امرأة صالحة إذا نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطعت وأضاعته، وإن غاب عنها حفظته بماله ونفسه. وأيضا عندما قال عليه الصلاة والسلام: تخيروا من طرفكم فقد اختار البنت الأصيلة التي ربت وترعرعت في بيته الطهارة والعز والكرامة. وأيضا قال: تخيروا من طرفكم وغلبوا النكاح، فكان ذلك كما هو الحال. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما وعليهما وأن يجمع بينهم على خير، وننتظر طلب الجاهة الكريمة جاءت إليكم وتلدينا الإجابة منكم، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبحضور معالي الأخ الكبير أحمد الطيشات، نحن مطمئنين إن شاء الله أن يكون نحن في جلب الأمان دائما إلى جانبه، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والتسليم على سيد الخلق سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. وبعد، أولا يعني أنا أرى أن البلد اليوم أزهرت ونورت برجالات السلط الكبار، سنديانات السلط أنا أعتبرهم، وأنا عشت يمكن أكثر جزء من عمري وأنا قريبا من السلط، خاصة كنت أعمل في المحاماة وكنت نقيبا للمحامين، ويوميا كنت أزور يوميا وليس يوم بعد يوم كنت أزور محكمة السلط لألتقي بمحامين السلط الإخوة الأعزاء على قلوبنا كلها. معالي الشيخ الجليل والصديق القديم الجديد الأستاذ عصام عربيات، ولك كما تعلم معزة في قلبي، وأنت تعمل مني أن أجيب لكم بالطلب، وأكاد أقول لك أنت كنت ممكن تطلب وأنت تعمل، لأنه إحنا أهل السلط مش غريبين علينا، إحنا النسب قديم، النسب قديم، فتحنا الباب فلاح، فتحنا الباب على السلط وناسبنا الحلاصات وآل أبو عنزة من خيرة الناس اللي إحنا فتحنا الباب معهم مع السلط. ثم بعد ذلك كل أولادي تزوجوا من السلطة، كل أولادي نعم، وبالتالي ما وجدت عشائر السلطة إلا منافحين أسياد أجياد كرماء من أحسن الناس الذين عرفتهم في حياتي، وبالتالي أنا بعت قطعة الأرض هون واشتريت بدالها السلطة، حبا في السلطة وأهل السلطة. فإحنا اليوم سعداء جدا ومبسوطين حقيقة في حضوركم لشرفتونا في أمركم. أقول يا سيدي العزيز المصاهرة ولبرق المقال: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لأنه عندما قال لتعارفوا، وخير وسيلة للتعارف هي المصاهرة، وأقرب طريقة للمودة والمحبة والألفة بين الناس هي المصاهرة. وتصاهرنا مع إخواننا معظم عشائر السلط أصبحوا أنسباء لنا، وجدناهم فعلا خير من عرفنا وأحسن من عرفنا من الناس في هذه المملكة. المصاهرة إخواني جعلت جميع أسر المملكة، جميع عشائر المملكة أصبحت وكأنها أسرة واحدة، كما أطلق عليها جلالة المغفور له الملك حسين طيب الله ثراه عندما قال الأسرة الأردنية، تجمع جميع عشائر الأردن وجعلهم أسرة واحدة. ونحن سعداء حقيقة بهذا التقارب وبهذا النسب وهذه المصاهرة التي جمعت أهل الأردن على صف واحد، نقف صفا واحدا أسرة واحدة، لا ينفذ من هذا الصف إلا الهواء النقي، والحمد لله
نرحب بكم في هذا اليوم المبارك. وأريد فقط أن أوجه كلمة للعريس سالم. يا سالم، يا سالم، أهلا بك يا سالم، وجئت مع الأهل والإخوة والعزوة وكلكم مرحب فيكم. فقط أريد أن أقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم، وأنت كريم وأبوك كريم، وبعرف حتى أقاربك كلهم من الكرماء، فبدنا تكرم هذه الزوجة في المستقبل اللي هي راح تكون أم أولادك، فبدك تكرمها كما كانت مكرمة عند بيت والدها. وهذا هو الوصية التي أطلبها منك، وإن شاء الله تعالى أرجو لكم، حتى لا أطيل، أرجو لكم السعادة والهناء، وأن تفتحوا بيتا يسر من منه السعادة والهناء والخلف الصالح، تجيبون أولادا يساهمون في بناء هذا الوطن، ويستقر علينا الأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية. والسلام عليكم ورحمة الله. ولكني أقول أهلا وسهلا بالشيخ عاصم وبالشيخ عصام ورفقه وصحابه، فاشربوا قهوتكم ونقرأ الفاتحة على نية القبول، والسلام عليكم. اللهم تجعلها عليه شملا كان، وتجعل أسعد أيام زمان، ويملأ عليها كانها ويجعلها أسعد أيام زمان. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير وعلى خير، ومنك الذر والذري وصبر بركج. مبارك على الأعمال، مبارك على الأمانة.